طول عمرنا بنواجه مشاكل مع كروت الشاشه بتاعتنا ولا مع البلاي ستيشن او حتى مع اللابتوب او الاكس بوكس، مشاكل بسبب الجي بي يو، مشاكل شبه خطوط في الشاشه او الوان غريبه او خطوط سودة او شاشه سودة الجهاز ما يفتحش اصلا. كل مشاكل ناتجه عن الجي بي يو دي طول عمرنا بنواجهها او حتى بنشوفها على الفيسبوك او واحد صاحبنا بيواجهها، لكن عمرنا ما شفنا كده في فيديو على يوتيوب. هل الحاجات دي اصلا ممكن تتصلح ولا لا؟ او هل الحاجات دي اصلا احنا ممكن نصلحها ازاي؟ طب وايه تكلفتها؟ طب ايه القصة الكبيرة دي كلها؟ النهاردة هدخلكوا جوه المطبخ وعرفكوا ازاي جزء بسيط من المشاكل دي ممكن تتصلح، وبالشرح العملي يعني معدات ومعانا كارت وهنشرح الكلام ده بالتفصيل الممل. في بداية الحلقة طبعا انتوا عارفين ان انا مش متخصص في الحاجات دي او في الصيانة وفي الكلام ده، انا بعمل مراجعات. فانا سافرت اسكندرية وقضيت هناك يومين، طبعا بشكر صفحة يستاهل صديق محمد السمري على استضافتي لمدة يومين في اسكندرية، تيم في اسكندرية عشان اصور لكم الفيديو ده. فاظن اقل واجب انك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره بعد ما تخلص الحلقة على جروب جيمز او جروبات هاردوير او البلاي ستيشن. بس كده ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا. اول حاجه قبل ما نبدا الكلام لازم نعرف اصلا ايه كارت الشاشه ده وايه اللي جواه وهو عباره عن ايه عشان نعرف نفهم الحلقه دي بنسبه 100%. كارت الشاشه هو عباره عن كمبيوتر كامل لوحده موجود جوه الجهاز بتاعك. اول ما نفك التبريد هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده، بي سي بي موجود عليها شويه حاجات غريبه، فكك من شويه المراوح والهيت سينك، ده كل دي كماليات للتبريد، لكن القلب الحقيقي هو اللي جوه ده. اللي في النص ده هو اهم جزء وهو الجي بي يو، وركز، الجي بي يو حاجه والسي بي يو حاجه تانية. اللي جنبه ده هو الفي رام او بالعاميه رامات الكارت، والصف اللي في الاخر ده هي الفي ار ام، ودي دوائر الطاقه. دي اهم ثلاث مناطق في الكارت. يا عم محمد ايه الفرق بين الجي بي يو ده والسي بي يو اللي موجود فوق، يعني فوق الكارت كده بشويه على البورده، ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لك بكل بساطه، الجي بي يو هو بروسيسور زيه زي السي بي يو بالظبط، لكن هو بيعمل نوع مختلف من العمليات غير اللي بيعملها السي بي يو. السي بي يو للعمليات المنطقيه او الحسابيه، لكن الجي بي يو اللي موجود جوه الكارت بيعمل حاجه اسمها عمليات متوازيه او عمليات متشابهه، عباره عن ان هو بيعمل عمليات صغيره كتير جدا لكن هم شبه بعض. عشان كده بنلاقي عدد كورز ضخم في كارت الشاشه ممكن توصل ل 10000 كور، السي بي يو على اقصى تقدير بتلاقي 64 كور. ففهمت ايه الفرق بين الجي بي يو والسي بي يو؟ بس انا النهارده في الفيديو هركز على حاجه واحده معينه، والنقطه دي انتشرت تزامنا مع انتشار كروت الاستيراد اللي جايه من مزارع التعدين بره مصر ومهلوكه وعمرها الافتراضي خلص، او حتى من المزارع اللي موجوده جوه مصر، لان حرفيا دلوقتي التعدين اجتاح كل مكان. واحده من اكبر المشاكل منتشرة هو ان يحصل مشكلة في اللحام. طب ايه اللحام ده وفين يا عم محمد؟ زي ما قلت لك الكارت اللي موجود في جهازك او في اللابتوب او في البلاي ستيشن كون من حاجات كتير، هي الجي بي يو والفي ار ام والفي رام وكل الحاجات دي. طب الحاجات دي بقى بتبقى متثبتة على البوردة او البي سي بي دي عن طريق ايه؟ بتبقى متثبتة عن طريق اللحام. مع الوقت واستخدام الكارت لفترات طويلة والاستخدام المفرط والتشغيل لفترات طويلة بيحصل مشاكل في اللحام اللي بين البي سي بي والتشيب. طب انا ممكن بعد فتره من الاستخدام برضو بسبب الحراره كره من الكرات اللحام دي وتلزق في اختها وتعمل حاجه اسمها بريدج زي اللي انت شايفه ده دلوقتي، والكارت ما ينطقش منك خالص. زي ما انت شفت دلوقتي في مشاكل كتير بتحصل بسبب اللحام، واللحام ده بيحصل مشاكل فيه بنسبه كبيره بعد الكروت ما تستخدم فترة في التعدين. الكروت دي بتشتغل لفترات طويلة جدا لدرجات حرارة عالية جدا، فمع فترات التشغيل الطويلة والاستخدام المفرط بيحصل مشاكل في اللحام اللي بين البي سي بي وبين الجي بي يو او الفي رام. انت دخلتني في دوكه وحوارات ومشاكل وما عرفتنيش برضو الموضوع ده يتحل ازاي. اقول لك بكل بساطه يا سيدي، هنشيل اللحام القديم ده ونحط وصلات لحام جديده. الموضوع ده اسمه العلمي جي بي يو ريبلينج، او بلغه السوق شبلنه، لكن انا طبعا عشان مش متخصص في الموضوع ده وكمان ما عنديش المكن اللازم لانه بيحتاج معدات غاليه جدا، فتعالوا نرحب بضيف حلقتنا النهارده بيبو شيب، هو اللي هيساعدنا في عمل الموضوع ده. بيبو شيب هو محل او ورشه متخصصه في تصليح مشاكل كروت الشاشه. المحل ده موجود في اسكندريه، بسيب لكم لينك صفحه الفيسبوك بتاعه والارقام اللي تقدروا تتواصلوا بيه من خلالها. تعالوا بقى نروح نتكلم معاه ونشوف هنعمل الريبيلنج ده ازاي بالتطبيق العملي ونساله كام سؤال. يلا بينا. انا ابراهيم نبيل السعيد، مهندس هاردوير، اتخصصت او خصصت نفسي في المجال دوت لاني حابه. النقطه الثانيه مش موجود. النقطه الثالثه انا حبيت ان انا انزل حاجه مش موجوده واخدمها لاني حابب المجال ده. انا حبيت المجال ده. يا جماعه طبعا احنا عارفين ان في ناس كتير جدا مهتمه بموضوع الكروت، فايه رايك يا استاذ ابراهيم في التعديل او في كروت التعديل عشان نبقى صراحه، او كروت الاستيراد؟ بص يا فندم، كل الكروت التعدين كلها مشاكل. لا مشاكل مشاكل جي بي يو في رام دوائر بعض، تخيل يعني
الكارت بيجي مملح، ده ابسط حاجه بيجي من كتر استخدامه، من كتر استخدام عدم عنايه وعدم صيانه. ما كانش موجود في بيئه كويسه، كان في بيئه رطبه بالظبط. اه بيبدا الكارت كله مشاكل، تبدا اللي انت بتمسك الكارت بعمل له سايكل من جي بي يو لفيرام، يعني بيبقى جاي منتهي لما بتكلم في جي بي يو فيرام الكارت كان ده. اه بيبدا اللي انا يعتبر بياخد مني كارت حاجه. لو انت مثلا بتشتري لنفسك وفي ايدك الفلوس متقاربه، هل تشتري كارت جديد او استخدام شخصي ولا كارت استيراد؟ اشتري كارت جديد طبعا. يعني الكروت مثلا الاستيراد دي بنظرتك الشخصيه الكارت منهم ما يعيش 3 5 سنين من غير صيانات؟ والله الكارت الجديد يعيش معايا، يعيش معاك 10 سنين حتى. يعني مثلا في ناس طالما انت بتستخدمه كويس. لا انا بتكلم على كارت الاستيراد، مثلا في ناس انت عارف الناس اللي فئاتها محدوده قوي، بيبقى جايب كيس ب 5000 جنيه بالكارت، يقول لك ايه انا اصلا ما بغيرش كتير، فجايب بقى حاجه مستعمله، فايه لسه هجيب حاجه انترنال برايزنج جديده، مش انا عايز حاجه بقى بكارت اداء عالي وتقعد لي بقى ايه 5 6 سنين. فهو ده نظريته. هل كروت الاستيراد دي او كروت التعديل الكارت اللي يعيش 5 6 سنين شغل فيهم العاب وفحت ورد والكلام من ده؟ بص يا فندم، هي هو ولا اعمار، فهو هي حاجه ما بنلعبش نمسك، هي اعمار كروتها اكيد بتبوظ او بيحصل فيها مشاكل، فبكل براءه وبساطه يروح اي مول مشهور فيقول له ايه انا الكارت ده واقف مني، فانا اقول لك اللي انا اعرفه وهو جاي يقول لك اللي هو بيعمله. اول حاجه بيقوم جايب الكارت بيقوم عامل حاجه عليها اسمها تسخين، يعني مثلا الكارت ده بيفكه لحد ما يبقى بالمنظر ده، ويقوم مسخن على الجي بي يو اللي هو كان موجود هنا، هو دلوقتي مش موجود عشان خلعه مكروه في ايدينا اللي ورته، يسخن عليه. فالتسخين ده في ناس كتير بتقول لك ايه لو الكارت بتاعك باظ سخن عليه شويه هيشتغل. مظبوط، وحطه في انا الكلام ده حطه في فرن. فلو شفتوا فيديوهات كتير حتى في بعض الاجانب بيقول لك ايه لف الكارت فويل وحطه في ايه في الميكروويف. فايه رايك بقى في موضوع التسخين والكلام ده؟ غلط طبعا، غلط. حتى اللي مصاحبه على يقول لك هيشتغل معاك فتره وبعد كده يقف. انا اعرف واحد حطه في فرن جايبه لي اسود اتفحم منه، اتفحم بيقول لي سايبهولي، ده حتى لو هو حاطه بدرجه حراره اللي يقول لك ميكروويف والكلام ده، كل ده كلام فارغ. طب انت عندك طب ايه النظريه بقى ايه اللي بتخليه يشتغل شويه لما يتحط في الميكروويف او الفرن او يتسخن عليه؟ هفهمك. بيبدا عندك يلقط الاسير اللي هو حوالينه، بقايا الاسير فيبدا عندك التقوس، فلما يتقوس معاك يبدا يلمس زي كانك انت ضغطت على حاجه ملمسه، هو كده كده اول ما يشتغل معايا الدنيا تسخن تاني، الكارت يسخن يفصل تاني معايا، بس لما تيجي انا اشتغل فيه اجي اشيل بالمكنه الكارت طالما اقوس معايا تبدا تروح مطرقعه الجي بي يو خلاص كده. دلوقتي استاذ ابراهيم هنا بيعمل حاجه للجي بي يو اسمها ريبيلينج، تمام؟ فممكن او بلغه الشارع اسمها شبلنه، عشان لو نزلت بقى في محلات بقى بيقول لك بيشبلنوا الجي بي يو. مظبوط، او بيشبلنوا الفيجن. مظبوط. فايه بقى الشبلنه او الريبيلينج دي؟ يعتبر عمليه اعاده، يعتبر زي نص تصنيع مش تصنيع كامل، لان لو قلنا تصنيع لا يبقى احنا دخلنا ان احنا بقى هنصنع جي بي يو ونصنع رامات ونصنع الكلام ده كله، لا ما بعد التصنيع. يعني الشركه اصلا بتبقى مصنعه الفيرام لوحده والجي بيوهات لوحدها والمكثفات لوحدها والكلام ده كله بيبقى لوحده، ويبدا عمليه ايه التركيب. التركيب ده المرحله اللي هي قبل الاخيره، قبل الفينش. تمام. احنا دلوقتي معانا كام دي في رام بيبقى موجود لوحده، الجي بي يو احنا طالعينهم في ايدين، فكل دي قطع ودي بي سي بي. كل الكلام ده بيبقى على المكن بره لوحده ويبقى البي سي بي لوحدها. تمام. اللي انا بعمله اللي انا بحل الفيرام وماشي، يعني شيء ارفع الفيرام وارفع لك الجي بي يو زي ما الجي بي يو هنا مرفوع كده، وابدا اعمل عمليه اعاده التركيب بطريقه حرفيه الصح، تمام، اللي بيستخدموها كل الناس الفنيين المحترمين اللي في الخارج، تمام، ويبدا اديله يشتغل نفس الكفاءه تاني طالما ما حدش سخن عليه ولا الكلام ده خالص، وما عنديش مشاكل في اي رامه ولا اي ولا جي بي يو، تمام التمام، بياخد مني ضمان ال 11 شهر. تمام. ده برضه ليها نقطه تانيه، يعني الحاجات اللي انت بتعملها هنا، في ناس مثلا بتسال انها مثلا لو جت عملت ريبيلنج للجي بي يو بتاعها، او مثلا جت في حاجه في الفي رام فيها مشكله او في الفي ار ام، تديهم عليها ضمان قد ايه؟ 11 شهر. فايه الحاجات اللي انا اتجنب ان انا اعملها قبل ما اوديه للشخص المختص اللي هيصلحه؟ ما يلمسش كارت الهوت اير ولا 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 حتى بالاستشوار اللي بيقولوا عليه ولا الكلام ده خالص، ما يلمسوش، يعني اكتر من اللي هو ينضفه بفرشه، بفرشه بسيطه كده زي فرشه اللي هي يعني اخرك تنضفه من التراب بس، فرشه ناعمه كده بيتنطر من التراب كده ونضفه، او سبراي اقاي جاف تمام، جاف مش زيتي، خد بالك في الفرق، نظافه عاديه خالص ممكن يكون عايز نظافه البنات بتاعته وتبقى فيها مشكله، يديها واحده جوه يمسحها، اللي يمسح المشكله اللي تحت ده بجومه، يشيل الاكسده بتاعته، ما اشتغلش معانا اللي هو نقصد ده يا جماعه بالظبط، يمسحه بجومه بس، البنات الذهبيه دي، يعني هو مثلا مثلا لو كارتك حصل فيه مشكله وانت شفت ان هو بس اخرك مثلا تنظف البنات الذهبيه دي، تنظف الكارت من التراب وهكذا، انما فكره انك تسخر عليه او توديه لحد ما يتلمسش،
او حتى لو هتوديه لحد تساله هو هيعمل ايه، مش انا وديته للراجل اللي بيصلح وخلاص. بالزبط. لا انا لازم اعرف انت هتعمل لي ايه، هتعمل لي ريبيلينج ولا هتجيب هيت جن ولا ساعات بجيب كروت مستعمله او كده وبحب ان انا ابص عليه، وانا عندي القدره ان انا افتح الكارت واوصل المنظر ده في علامات معينه ان انا اعرف من خلال الكارت ده تصير او حتى من الفلاكس اللي بتستخدمه في الصيانه او كلام زي كده. عليها الفلاكس، عليها فلاكس، لما ماده الفلاكس دي عليها ماده او بتلاقي مثلا الكارت ده وقت فيه علامات تفحيم او علامات مكوى، علامات سودة او علامات تلاقي ممكن تلاقي كريستاله، تلاقي الماكنز نفسه منفخ من الجنيه مطرح التصحيم، الكلام ده كله بيبان، ده بيبان بيبان حتى لون اللون الماكنز نفسه ده. في كارت اللي انا وريته لك هيبقى حاطه ان شاء الله في البيرول. تمام. ده متسخن عليه، متسخن عليه ولسه بنكمل شغل. خلصنا اسئله، تعالوا بقى ندخل في الجزء العملي. عشان نعمل ريبيلينج للجي بي يو هنحتاج ايه؟ اول حاجه المكنه واهم حاجه اسمها بي جي اي ريورك ستيشن، وسعرها بيتراوح حوالي من 10000 دولار ل 20000 دولار على حسب ما لقيت. محتاجين كمان مكوه لحام وفلكس وشريط نحاس ننظف بيه ولحام بدل اللي احنا هنشيله. اول حاجه هنفك الكارت ونشيل الهيت سينك والمراوح. تاني خطوه هنبدا ننظف الكارت بتنر او كحول مركز ما يقلش تركيزه عن 95%. ثالث خطوه اننا هنثبت الكارت على الجهاز اللي هو البي جي اي ريورك ستيشن، وهنبدا من خلاله التسخين تحت درجات حراره عاليه. وخلاص يا معلم رفعنا الجي بي يو. طبعا نسيت اقول لك ما ينفعش هنا في المرحله دي سشوار وهيت جن والكلام الصغير ده، لا طبعا لازم المكنه المتخصصه عشان نعرف نرفع الجي بي يو بامان. بص يا معلم، تخيل ان السماعه دي هي الجي بي يو. المهم يعني واحنا بقى بنشيل الجي بي يو هتلاقي ماده غريبه كده حطيناها على اطراف الجي بي يو. الماده دي اللي انا قلت لك عليها اسمها الفلكس. الفلكس ده يا معلم بيستخدم عشان يسهل عمليه الفك وعمليات التنظيف وكل الكلام ده. وخلاص تم رفع الجي بي يو بنجاح. هنسيب الحاجات دي تهدى وبعد كده هندخل في المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعد كده بعد ما الحاجات دي هدت تماما هنبدا نشيل اللحام القديم. اللحام القديم بيتشال بسهوله، يعني الدنيا لطيفه. لو الكارت ده ما كانش اتسخن عليه قبل كده فعمليه شيل اللحام القديم بتبقى سهله. بيشيلوه باستخدام مكوه اللحام وباستخدام شريط كده من النحاس، هعرض لكم دلوقتي اسمه على الشاشه، ونبدا كذا عمليه كذا مره ان احنا نشيل كل بواقي اللحام القديم لحد ما يطلع معانا الكارت في النهايه نضيف تماما. وبعد التنظيف الجيد وتاكدنا ان كل اللحام القديم اتزال تماما، كل جي بي يو سواء بتاع بي سي او بي اس او لابتوب ليه زي شيت كده صغير خاص بيه لترتيب اللحام على ظهر الجي بي يو. بعد ما بنحط اللحام الجديد ونرتبه على حسب الشيت الخاص بيه، سواء الجي بي يو بتاعك بقى ده ار اكس 580 او بلاي ستيشن 3 او اكس بوكس، كل واحد ليه التشيب بتاعته او التشيبايه بتاعته وليها ترتيب معين. وبعد خلاص ما اتاكدنا ان كرات اللحام نزلت في مكانها الصحيح على الشيت ده، نبدا باستخدام الهيت جن نسخن على كرات اللحام دي عشان تلزق في الجي بي يو تماما. وبعد خلاص ما اتاكدنا ان كله تمام والجي بي يو ملزوق عليه اللحام الجديد بتاعنا، نرجع بقى للمكنة بتاعتنا تاني، نرجع نثبت البي سي بي تاني على المكنة وكله تمام ونبدأ نحط الجي بي يو تاني. طبعا المكنة دي بيبقى فيها زي ميكروسكوب كده، طبعا الميكروسكوب ده عشان تظبط المكان بالملي، لان الجي بي يو لو نزل ملي يمين ملي شمال خلاص لازم البنات تطابق على مكانها القديم في البوردة بالملي. دلوقتي خلاص عدلنا المكان بالملي والمكنة هتبدأ تنزل الجي بي يو على مكانه الصحيح تاني وهتبدأ تلزقه باستخدام الحرارة. وبس كده، بكده نكون انهينا عملية الريبيلينج. طبعا ما تقفلش الفيديو تجري، لسه في تفاصيل هتتقال. طب يا محمد هل كل الكروت يمشي معاها طريقة التصليح دي؟ اكيد اكيد لا. مش معنى ان كارتك فيه مشكلة ان الجي بي يو هو اللي يكون محتاج يتعمل له ريبيلينج. طب ما ممكن المشكلة تكون من الرامات مثلا، ممكن تكون الرامات دي محتاجه يتعمل لها ريبيلينج او تكون بايظه اصلا عايزه تتغير كلها، او ممكن في ترانزستور او مكثف مفرقع عايز يتغير، او ممكن يكون مثلا الدوائر الطاقه بتاعه الكارت اللي هي الفي ار ام فيهم واحده فيها مشكله مثلا وعايزه تتغير. فالمشاكل في الجي بي يو ضخمه جدا جدا جدا، لكن انا قلت اوريكم النهارده الريبيلينج وازاي بيتعمل، لان ده مشكله شائعه جدا في مصر بسبب التعديل. طب يا محمد هتقول لي طب احنا ليه نقعد نعيد لحام الجي بي يو القديم، طب ما نجيب جي بي يو جديد. اقول لك بص، واحد مثلا شاري كارت ار اكس 580 4 جيجا ب 2000 جنيه ولا 2500 جنيه، انت عشان تجيب جي بي يو جديد ويجي بقى من بره بالشحن والجمارك هتلاقيه في سكه 2-2.5 اللي هو تقريبا بثمن الجي بي يو بتاعه او بثمن الكارت بتاعه ككل. فطبعا الموضوع ده مكلف جدا. الجي بي يو ده هتقول لي طب هو ليه غالي، ده حته صغيره قد كده. هقول لك يا باشا الجي بي يو ده هو الكارت كله،
هو اللي بيعمل كل الحسابات، هو اللي بيعمل كل الليله، هو ده اللي بيشغل الجيمز، كل الحوارات دي اللي بقى دي عشان تخدم عليه الكفر الخارجي والمراوح والتبريد والكلام ده. ومناسبه كروت الشاشه، الفيديو اللي فات تقريبا الاشعارات ما وصلتلكوش، فادخلوا شوفوه من الاي فوق هنا بعد ما تخلصوا الفيديو، او هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف، او ارجعوا على الفيديو اللي قبل ده على طول، يعني مش محتاجه حوارات يعني، عشان الفيديو ده ممتع جدا. كنا اتكلمنا فيه برضو عن شاشه بقى مش كارت شاشه. اظن لحد دلوقتي انت شفت المجهود المبذول على الحلقه، فعشان اعمل لك فيديوهات من النوعيه دي تاني المتعوب عليها واسافر وكلام من ده، فانت بتشجع الفيديو وتنشره من خلال لايك وتعمل له شير على جروب من جروبات الهاردوير او جروبات الجيمز. اشوفك على خير في الحلقه اللي جايه، ولو عندك اي فكره زي الفكره المجنونه دي اكتبها لنا تحت في التعليقات، ولو في مقدرتي ان شاء الله هنفذها. السلام عليكم.